كان عند المرأة دور فعال وشاركت في حركة المقاومة. نظرا لاطلاع المرأة بكل هذه الأدوار والمسؤوليات، كان من السهل على بورقيبة فرض قوانين الأحوال الشخصية اللي تقبلت من غير رفض كبير من طرف المجتمع. حسب رأيي في الفترة البورقيبية وبعد تفاقم الأمر في فترة بن علي، ولات السياسة توظف في قضية. النساء الله يعيش النساء. النساء الله يعيش النساء. إذا تحب تعيش مرتاح، قولي عيش النساء، الله يعيش النساء. النساء الله يعيش النساء. تبعهم ولا تهبل من اللي برا يعدي وجمل. تبعهم ولا تهبل اللي برا يعدي وجمل. ويقولوا لك هذا عسل، تلقاه بحنة ريسة، الله يعيش النساء. النساء النساء الله يعيش. منهم ما دشف الناس من عكس تكسير الران. منهم ما دشف الناس من عكس تكسير الران. ما فات فيها غطرتها، ولا حاكم النمسا، الله يعيش النساء. النساء النساء الله يعيش النساء. Avec des milliers de roses, on vous entoure. On vous aime sans le dire, on vous l'éprouve. On se croit très fort, on pense de vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame. كانت تجارب انتقال ديمقراطية وتجارب ديمقراطية عادية تنجح وقت اللي تكون فما مشاركة نسائية كبيرة. هذه النقطة، والنقطة الثانية بكثير من التجارب تبين أن وجهة نتائج الانتخابات في كثير من الأحيان تحددها المرأة. المرأة اللي تقوم عليها الاقتصاد الحرام، المرأة اللي تقوم عليها اقتصاد البلاد والكثير من الإحصائيات ما تاخذهاش بعين الاعتبار، المرأة اللي وقت اللي تلتزم بالحق. النساء الله يعيش النساء. النساء الله يعيش النساء. إذا تحب تعيش مرتاح، قولي عيش النساء، الله يعيش النساء. النساء الله يعيش النساء. تبع
بحهم وندى تهبل من اللي برا يعدي وجمن ويقولوا لك هذا عسل ويقولوا لك هذا عسل تلقاه بحنة ريسة الله يعيش النساء إذا تحب تعيش مرتاح أبدع شاعر تونسي الراحل محمد الصغير أحمد حين لخص أدوارهن في كل زمان ومكان قائلا وصفت وصفت فلم يبق وصف كتبت كتبت فلم يبق حرف أقول إذن باختصار وأمضي نساء بلادي نساء ونصف.